بوم، هيا فأنت شخص رائع، فلتدخل إلى الحلبة وتقاتل لأجلي. هيا انهض ولا تشك أبدا في قدراتك، فأنت الأفضل بينهم. سيقولون لك أن الحياة صعبة، لكن إياك أن تثق في كلامهم، هم الفاشلون وأنت لست منهم. فكل منا له بصمته الذاتية، لماذا تسمح للآخر أن يحدد قدراتك؟ لا ثم لا، لأن قدراتك تزداد في كل يوم. ستنجح، فقط انظر في أعماق نفسك، ستجد ذاتك ومهاراتك، فأنت شخص رائع. فقط تذكر تلك اللحظة التي نجحت فيها في شيء ما كنت تريده، شهادة دراسية أو قبول في عمل أو تحدي مع غيرك أو مسابقة ما أو شيء آخر. هيا تذكر وعش حياتك بذاك الشغف، وكن متأكد أنه لا وجود للمستحيل معك، أنت البطل وهذه هي الحقيقة، فأنت متميز. هيا ادخل إلى الحلبة وقاتل الجميع وستنتصر. هيا تحداهم، لم يعد هناك وقت للتراجع، فهذه معركتك في الحياة وستفوز فيها حتما. هيا عاهد نفسك من الآن أنك ستصبح أقوى من قبل، ولن تترك الباب مفتوحا أمام من يقول لك أنك لا تستطيع، لأنه لا يوجد في حياتك مكان لأمثاله، لأن وقتك مهم وحياتك أهم، ولك أهداف سوف تحققها إما هي أو أفضل منها. إذن هيا